انتر سولار ايجيبت. احنا هنسال ناس شركه انتر سولار ايجيبت. دلوقتي مركبين غلايه ارستون ايطالي 300 لتر، وغلايه السباكه من مجمع السباكه بتاعتها. اول حاجه ريليف فالف، بعد كده لاكور التجميع، بعد ده الضغط، ده كده خط البارد معايا، وبعد كده هنا المحبس بتاع الميه الرئيسي اللي داخله للغلايه. وبعد كده الميه بتدخل من هنا، بتبدأ تخرج معايا من الخط السخن. ببدأ أركب معايا عداد حرارة يقرأ حرارة الخروج، وإير فينت عشان لو درجة الحرارة حصل أوفر هيتنج ولا حاجة وحصل تبخير يبدأ يخرج معايا البخار الزايد من هنا. وبعد كده أرجع على المحبس الرئيسي على السخن. وفي هنا العداد المحبس لو بعمل ترومب التقليب، لخط خط تقليب بترومبة بيجي معايا على المحبس ده. ببدأ لو انا عايز اشغل الغلاية، اول حاجة ببدأ اتك على الزرارين دول مع بعض 3-4 ضغطات كده ان احضر الغلاية. وبعد كده بجيب البكرة دي على علامة البايلوت تبقى على السهم، وابدأ اضغط على الزرار ده واضغط على الشعلة 3-4 ضغطات كده. الشعلة الاولية بتاعتي بدأت لقطت معايا، ابدأ اعلي الغلاية على الدرجة اللي انا عاوزها من 1 ل7.